آخر، وفي الأعوام الماضية العديد من الشركات بدأت بالتحول الرقمي، ولكن هناك العديد من التحديات التي تواجه هذه الشركات. طبعا كنا نتابع أسبوع أبو ظبي المالي على مدى الأيام الماضية، وكان واحد من أبرز الملفات على هذه الأجندة يتعلق بملف الفينتك والتحول الرقمي بالنسبة للمؤسسات المصرفية. الواضح بأن هناك فرص ولكن هناك أيضا تحديات. سنتحدث عن هذا الملف مع ضيفنا أليكس فريزر، وهو رئيس تنفيذي لمعهد لندن لخدمات المصرفية وأيضا المالية. أليكس، أهلا ومرحبا بك معنا. كنا نتابع في أسبوع أبو ظبي المالي هذا التركيز الكبير على موضوع الفينتك وتحول المؤسسات المالية تحديدا في هذه المنطقة إلى يعني أن تكون التكنولوجيا جزء أكبر من الخدمات والمنتجات التي تقدمها، تحديدا بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط. إلى أي درجة ترى بأن هناك الكثير من الفرص التي لم يتم العمل عليها بعد ما يتعلق بالتحول نحو الفينتك؟ في منطقة الشرق الأوسط ما زلنا أمام فرص عديدة لشركات التقنيات المالية الحديثة المعروفة في فينتك في مجال المدفوعات. المدفوعات هي مجال تقليدي للخدمات المصرفية، ولقد أخفقت هذه البنوك في إحراز التقدم في عمليات الدفع، وبالتالي الطريق سانح أمام شركات التقنيات المالية الحديثة للدخول إلى هذا السوق ولتحقيق نجاح كبير. أعتقد بأن الفرص ما زالت قائمة في هذا المجال، وأظن بأنه سوف يكون لدينا مرحلة توحيد للشركات، حيث أن اللاعبين الصغار سيدخلون بعمليات الدمج مع الشركات الكبرى لتحقيق نتائج أكبر. والمجال الآخر الذي يمكن لشركات التقنيات المالية الحديثة أن تستثمر الفرص فيه هي مجال الأمن السيبراني. الأمن السيبراني يستمر بكونه أحد التحديات الكبرى التي قطاع المصرف التقليدي يواجهها. نحن نعلم بأنه كان لدينا اختراقات كبيرة لهذه البعض من هذه المصارف، وقد تم الإبلاغ عنها. نحن أمام تحديات أخرى، هي أنه لا يتم الإبلاغ عن أي من هذه الاختراقات أو الهجمات. هذان كانا المجالان اللذين سوف أنظر إليهما على أنهما يوفران لشركات التقنيات المالية الحديثة المنتجات التنافسية في المنطقة. ولكن الفنتك لطالما أيضا اصطدم مع التشريعات التي تضعها الحكومات. اليوم كيف ترى هذه العلاقة ما بين التطور الذي نشهده في الفنتك، وخصوصا الأمر الذي أشارت إليه اليوم البيمنت؟ يعني لازالت حتى البنوك معظمها تقليدية اليوم في مسألة البيمنت والتحويلات، فلأي درجة تصطدم هذه التطورات اليوم مع التشريعات؟ في السنوات الأخيرة كنا قد شاهدنا حصول أمرين. أولا، التقنيات المالية الحديثة قد ازدهرت ونمت، واليوم تدرك البيئة التنظيمية التي تعمل فيها، وعليها أن تمتثل إلى اللوائح التنظيمية المختلفة والأنظمة التنظيمية المختلفة. ومن جانب آخر، أعتقد كان لدينا تطورا مهما، وهو إلى أي مدى قد اقتربنا من عالم تقنيات المالية الحديثة كسلطات وهيئات تنظيمية في هذه المنطقة، واقتراب هذه العلاقة وتبادل المعلومات ورفع الشفافية بين الهيئات التنظيمية وشركات التقنيات المالية الحديثة سيؤول إلى مخرجات أفضل لشركات التقنيات المالية الحديثة وللصناعة بكاملها. دائما ما نتحدث عن أهمية الفنتك ولأي درجة ستساهم في تسهيل حياة من يستخدمها ومن يعتمد عليها، يعني وتحديدا بالنسبة للمستخدمين هنا، ولكن ما الذي تعنيه من الناحية الأوبريشنال، يعني من الناحية التشغيلية بالنسبة للمصارف وقطاع الخدمات المالية؟ لأي درجة هي ستساهم بتقليص التكاليف، رفع هوامش الربحية بالنسبة لهذه الشركات وهذه المصارف؟ I think that's going to be a very it's a very interesting
هذا سؤال مهم تطرحينه. إن البنوك قد قامت بتحقيق كفاءة عليا في عملياتها التشغيلية المصرفية في السنوات الأخيرة. البعض منها عمل بشكل متداخل، والبعض الآخر قام بعمليات تشغيلية مبنية على الشراكة مع شركات التقنيات المالية الحديثة. المصارف برأيي سوف تتمكن من أن تتحكم بتكلفة التشغيلية لمصارفها، وفي بنيتها التحتية سوف تدخل بعض التكنولوجيات التي كانت تقليديا تؤمنها شركات التقنيات المالية الحديثة. أمر لا بد ألا نقلل من أهميته، وهو بالطبع دور الصناعة المصرفية التقليدية. بالطبع شركات التقنيات المالية الحديثة ترسي الأرضية، ولكن المصارف تدمج هذه التكنولوجيات وهذه الأفكار التي طورتها شركات التقنيات المالية الحديثة في بنيتها التحتية بتكلفة أقل. التقنيات المالية الحديثة، شركات التقنيات المالية الحديثة الفنتك تسهم في تقليص التكلفة التشغيلية للمصارف، ولكن ربما لأن المصارف أيضا تتعلم بسرعة وتنفذ بسرعة كل ما تقدمه لها شركات التقنيات المالية الحديثة، وهذا ليس فقط نتيجة عمل شركات الفنتك بمفردها. الرئيس التنفيذي لمعهد لندن للخدمات المصرفية والمالية أليكس فريزر، شكرا جزيلا لك.